السلام عليكم. النهار نقلعوا سريز او الشجره وجد. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا حب الملوك ها هو بدا كيوجد، يعني اللون ديالو بدا كيحمر، مازال ما طافش كله، غادي نقلعوه. كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كما كتشوفوا كاين الحمد لله حب الملوك. حقيقة هي المنتوج ديالو هذا العام هو شيئا ما يعني متوسط، يعني مقارنة مع العامات الاخرين الانتاج ديالو شوية ضعيف هذا العام. انتوما كاين الخير ما يخطاش، انتوما يعني بدا احنا بداية شهر يونيو ها هو بدا كيحمر. كاين الحمام كيجي والموانو يعني الطيور كيجيو ياكلو تاهما حقهم. غادي نجمعو شويه دابا باش نذوقو منو. هادي اول مره كنقلعو حب الملوك هاد العام، غادي نقلعو واحد شويه، مازال ما طابش بزاف ولكن العصافير والحمام كما قلت لكم كيجيو ياكلوه، ياكلوه قبل منا حنا قبل ما يطيب. هما كياكلو حقهم كله، كياكل اللي كتابلو. هانتوما يعني اللون ديالو هو باش كيكون طايب مزيان اللون ديالو كيولي احمر وكيتحول كذلك ملي كيطيب مزيان وكيكون المذاق ديالو زوين بزاف كيولي اللون ديالو اسود. يعني الا كان عندكم حب الملوك يعني احسن الطيبه كتكون فيه واحد الطيبه زوينه من اللون ديالو كيولي اسود، يعني كيكون واحد الدافئ تبارك الله معتبره. كما كتعرفوا الفوائد ديالو كثيره صحيه، هو الثمن ديالو حنا عندنا هنا في فرنسا دابا تقريبا يعني 10 أورو 13 أورو، يعني دير 100 درهم حتى 2600 الكيلو. الثمن ديالو مرتفع جدا، يعني الناس كيشريو 250 غرام ولا 300 غرام ولا نص كيلو نظرا للارتفاع الثمن ديالو. كما كتشوفوا معنا هنايا هاد الشجره هادي عندها يعني لي برونش تبارك الله، نوريها لكم. ها هي كما تشوفوا هي عندها 15 سنه، ها هي هو زعما الشجره ديال هاد حب الملوك. نقدروا في بعض الاحيان نديروا لها كما قلت لكم الترقيد الهوائي، كنا درنا فيديو على هاد الشيء هذا باش تحصلوا على الشجره ديال حب الملوك مجانا الترقيد الهوائي. او على الخطره كاين الناس اللي كيزرعوا مثلا العظم ديال حب الملوك، يعني كيهرسوه كيزرعوه كيحصلوا على حجره كيستغرق هذا شيئا من الوقت، ولكن بالتالي كتكون النتيجه مزيانه، تقدروا تخسروا تحصلوا على الشجره مجانا يعني بهذه الطريقه هذه. ها انتما شوفوا معنا يعني مازال ما طايبش بزاف اللون ديالو، مازال ما حمرش بزاف. كما كتعرفوا الناس اللي كان عندهم انتاج كبير ديال حب الملوك، يعني اللي كينتجوا منتوج كبير ديال هادشي هذا كيقلعوه شويه واخا ما طايبش، نظرا كيكون في بعض الاحيان كيجي من مناطق بعيده يعني وسائل المواصلات زعما سواء الطياره او الشاحنات، يعني كيطيب في الطريق غير هو المذاق ديالو كيفقدو شيئا ما مقارنه مع هذا اللي كتكون مصيبو على يديك خالي من الادويه، يعني طبيعي ما كاينش الادويه ويعني كتاكلو كتقلعو وتاكلو. كنتمنى انتما تستغلوا الفرصه وتاكلوا حب الملوك، لان حب الملوك الفوائد ديالو الصحيه هي كثيره وهو غني بالفيتامينات. هنايا انا كما قلت لكم الثمن ديالو جد مرتفع عندنا حنايا، ما بين 100 درهم حتى 130 درهم الكيلو، أثمنة جد مرتفعة، الثمن ديالو في المحلات التجارية. هانتوما نوريكم يعني أطراف الشجرة، يعني مقارنة مع السنوات الماضية، يعني المنتوج ديالو ضعيف شيئا ما هاد السنة. كما تشوفوا هنايا درنا واحد الحديدة، واحد الرياحة كدور بالريح،
باش زعما الطوران ديالها ملي كتضرب الريح تخوف شويه العصافير، لكنهم كيعرفوا هادشي وكيتقلموا مع هاد الحواجز اللي كنديروا لهم، وكيجيو ياكلوا حب الملوك حتى هما عزيز عليهم حب الملوك صح، خاصه هذوك الطائر الاسود اللي كنعيطوا له هنايا الموانو اللي هو عزيز عليه حب الملوك. غادي نوريكم شنو كلعنا هذا النهار باش تشوفوا معنا، هانتوما هذا هو شنو كلعنا هذا النهار هذا، يعني مقارنه مع الاعوام السابقه كنا كنقلعوا اكثر من هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله بركه ما تخطاش. شويه ناكلو شويه العصافير وكل شيء يكون عاجبو الحال. هانتوما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تحياتي الى الجميع، وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك واللايك، وتبارك الله عليكم، الله يعاون، الى فيديو قادم باذن الله.